رغم برودة الطقس وتساقط الأمطار، إلا أن العشرات من الطلبة في جامعة جورج واشنطن ما زالوا يتوافدون إلى مبنى جامعتهم للتضامن مع أهالي غزة ومطالبة البيت الأبيض بوقف الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى منع الدعم العسكري عن الحكومة الإسرائيلية. إدارة جامعة جورج واشنطن لم تقم باستدعاء الشرطة المحلية لفض اعتصام المتظاهرين ونزع خيامهم، لكنها اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار هذه الخيام إلى داخل الحرم الجامعي. ما يجري هنا في جامعة جورج واشنطن هو عبارة عن نموذج مصغر مما يدور في أكثر من 45 جامعة أمريكية تتوزع على 25 ولاية. بعض هذه الجامعات استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين وانتزاع خيامهم، لكن هذه التظاهرات عادت أقوى مما كانت عليه بعد استخدام القوة لتفريق الطلبة المتظاهرين في هذه الجامعات. انتشار هذه المظاهرات في عدد كبير من الولايات الأمريكية واستخدام القوة لتفريق المتظاهرين أدى إلى تدخل العديد من المشرعين الأمريكيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جانسون، حيث طالب باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين والمعتصمين، في حين رأى العديد من المشرعين الديمقراطيين بأنه يجب احترام هذه المظاهرات لأنها تعبر عن حرية الرأي والتعبير في الولايات المتحدة الأمريكية. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.